فاكر فاكر هتكلم دلوقتي التسجيل الهاريه انا عندي في المكتب لا لا انا هظبطها ان شاء الله فانا فاضي نقول انها اوزمو
نفس الحكاية بالضبط بتحصل في التيشوز بتاعة الكاو
ونفس الحكاية في التيشوز بتاعة الكامل، ونفس الحكاية في الهيومن في الأنسجة بتاع أي حتة في جسم الإنسان هيتكون الهرجات دي، ونفس الحكاية بالنسبة للفيميل دي هيتكون لها هرجات دي. يبقى القدر موجود في السمول انتستين اوف دوغ، الدوغ ده اسمه ديفينيتيف هول. المخلوقات الثانيه الشيب والكاو والكامل واليومن بيكون فيهم اليونج ستيج، فدول بنقول عليهم ايه؟ انترميديات هول. خمسه دول بنقول عليهم انترميديات هول. ليه؟ لان فيهم اليونج ستيج بتاعت الفيروس. تمام؟ نركز بقى على اليومن ونعرف ايه اللي بيحصل لو انسان كان الاكس اي خضروات ملوثه او ست او اي طفل اي انسان بيلاع الكلب على شعره الاكس وبلعها، ايه اللي بيحصل؟ دي المفروض هتخش باي ماوس، يبقى الاكس هتوصل فين؟ للستومك. ده رسم دايجرامات للاكس، ما توصل للستومك الاكل بيقعد في الستومك ساعتين ثلاثه، كل اللي بيحصل الاكس ان الشال بتاعتها بتدوب. خلاص يبقى الاندريو هيلاقي نفسه وصل الانتستين. الاندريو ده شكله ايه؟ في كل السيستود كوره صلبه عليها ست اشواك هكذا كانت اونكوسفير. هتوصل الاونكوسفير دي يعني جوه النيومن بتاع الانتستين، هتعمل ايه؟ هتروح عامله بنتريشن للوول بتاع الانتستين وكده خدت الدايجستيف سيستم. هتقدمها فكره كتير، يا اما تدخل في اول بلاد بس اللي يعملها او اول لينك بس يعملها وكده مشيت بقى في جسم الانسان واطرح ما يوديها البلاد او اللينك، هتروح وتكبر وتعمل الكيس اللي بنسميها الداتا سيستم. خلاص نشوف بقى ايه الصوره اللي عندكم في الكتاب. ممكن الامبري ده يوصل لفين؟ اكثر اماكن بيوصل لها الليبر، تقريبا اكثر من 60% من الاصابات الامبريو بيوصل الليفر ويكبر ويعمل فيه كمان اسمه الحاجات السيستم. المكان اللي بعد كده يعني اللنج تقريبا 22% من الاصابات بيوصل الامبريو لللنج، ممكن البرين، ممكن السبلين، وممكن البون. خلاص اي حته من الحتت دي مش هيبقى امبريو بقى، هيكبر ويعمل كيس بالونه كده. بص الصوره دي، دي كذا حاجات السيستم شايفين؟ هي الأول ما بتتخلق من الإمبريو بتعمل بالونة صغيرة أو كيس صغير، بيبقى كرة كده الدايمتر بتاعها 1 سنتيمتر، تقعد على مدار سنين تكبر في المكان اللي هي موجودة فيه، ممكن توصل لحجم البرتقانة. خلاص؟ يبقى السايز بتاعها بيبتدي من 1 سنتيمتر الدايمتر، يفضل ينلارج لحد ما يوصل ل 10 سنتيمتر. ممكن نتخيل بقى ايه اللي يحصل في اي اورجن لو في بالونه صغيره او في صغير عمال يكبر. تمام؟ طيب الست دي اسمها الحاجات السيستم، في اي حته تكوني فيها دي اسمها دايجنوستيك ستيج. هنعرفها كويس علشان دي مهمه قوي في التشخيص، لان ممكن اي بالونه في اي حته من دي تبقى تيومر، تبقى اي ماده، تبقى اكتر. خلاص فلازم نعرف شكل الحاجات السيستم كويس قوي، دي دايجنوستيك ستيج بالنسبه للانسان. شكلها ايه بقى؟ لو جينا بصينا دي خدنا واحده كده وشفناها تحت الميكروسكوب هنلاقي لها جدار وول. الوول ده عباره عن تو لاير، اللاير اللي لونها ازرق دي بنسميها لامي نيتف لاير، دي كسلانه جدا. مبطنها من جوه لاير ثانيه نشيطه قوي اسمها جيرمينال لاير، والجيرمينال لاير دي هي اللي هتبقى مسؤوله عن انها تمسك حاجات هنلاقيها جوه. طبعا السيست دي موجوده في جسم الانسان، في الليفر، في اللنج، في اي حته. فالهيومن بين او جسم العيان عشان يحمي نفسه منها فبيفرز فايبرس تيشو حواليها كنوع من البروتكشن عشان يعزلها عن جسم العيان. يبقى في النهايه السيست دي الجدار بتاعها لو خصصناه هنلاقيه ثلاثه لاير، واحده البرانيه الالتر خالص اسمها فايبرس لاير اللي عاملها على جسم العيان. الوول بتاع السيست تو لاير، الالتر اللي لونها بلو دي كسلانه لاميتر، والجيرمينال دي نشيطه. طيب بما انها نشيطه هتعمل ايه؟ اول حاجه هتروح مطلعه سمول هيد كده، سمول سمول كوليسيوم، هيد اللاتيني بيقول عليها سبارك. يبقى طلعت كوليسيوم، وممكن النشيطه الجيرمينالية دي مش كمان تعمل كده، تروح هي نفسها عامله بالونه صغيره لجوه بالشكل ده. الجيرمينالية النشيطه. وتبتدي بعد كده كمان تطلع سمول هيد او سكوليتيز.
الشكل للكون ده بنسميه ايه؟ بنسميه برول كبسول. كذا واحدة بقى ممكن تملى كل اليوم ده، دي اسمها برول كبسول. يبقى الجيرمينالات يا اما تطلع سمولات انديفيديوال كواليتيز، او تتنفخ بالونه لجوه وتبتدي هي كمان تطلع كواليتيز، هيبقى نسميها برول كبسول. طيب الانسايد جوه الست ده فاضي؟ لا، ده فيه فلويد. الفلويد ده بنسميه هايدريتد فلويد. وساعات بعض الكواليتيز والبرون كابسول بيفصلوا من الجيرمينال لاير ويقعوا ويبقوا موجودين جوه الاحداث الفيرو بالشكل ده. كل دي كونتنت او محتويات بتبقى جوه الايه الهايدات. تمام؟ طيب البرون كابسول دي قلنا اتكونت ازاي؟ الجيرمينال لاير النشيطه عملت بالون انسايد وتست وبقت كوره صغيره سميناها بروت كبسول. ممكن بقى مش الجيرمينال لاير النشيطه هي لوحدها اللي تعمل، وكمان الكتلانه تروح عامله بعديها بالشكل ده. ادي الجيرمينال لاير لونها احمر واللامينيتد لاير لونها ازرق. ايه اللي اتكون دلوقتي؟ سيست تشمل سيست كبيره بس حجمها صغير. السيست الكبيره دي بنقول عليها مادر سيست. السيست الصغيره اللي اتكونت بنقول عليها دوتر سيست. والدوتر سيست هتعمل زي المادر سيست. المادر سيست عملت سكوليتيز وبروت كابسول. الدوتر سيست برضه هتعمل سكوليتيز وبروت كابسول. اهي دي الدوتر سيست. الجيرمينال لاير بتاعتها يا اما تعمل سكوليتيز يا اما تعمل بروت كابسول. تمام؟ الدوتر سيست دي اتخلقت جوه سيست كبيره، يعني من بره هنلاقيها ناعمه كده. دي جوه ممكن يحصل الدوتر سيست دي تتكون لبره بالشكل ده. خلاص؟ وتبتدي برضه تعمل زي المادر سيست، يا اما سكوليتيز يا بروت كابسول. دي كل الانواع اللي بتحصل بنقول عليها بقى اكسوجينس دوتر سيست، يعني الدوتر سيست طلعت لبره. وعلى فكره في حالات بتبقى الغازات الست مش مطلعه ولا حاجه خالص، بتقول عليها استرعايه، تبقى مجرد كوره فاضيه خالص. انما ده الشكل الفيزيكال اللي اي غازات الست بتتكون في اي اورجان من العينه. تمام؟ طيب احنا كده عرفناها، عاوزين بقى نخش في شغلنا، عاوزين نعرف الست دي اللي موجوده في اي حته في جسم العيان، ايه الاضرار اللي بتعملها والصوره اللي هيجن عليها العيان. الاضرار اسمها ايه؟ باثوجينيك. الصوره اللي هي كلينيكال بيكتشر هيجي عليها العيان. نيجي بقى الصوره هتختلف على حسب مكان الحاجات السيستيه فين. يبقى according to the site of the cyst. احنا قلنا اكثر اصابات بتبقى السيست اتكونت فين؟ بالليفر. خلاص؟ فلو نتصور كده ده الليفر بتاع العيان وادي السيست اتكونت كده. احنا قلنا في سيدي صغير قوي قد حجم الليمونه الصغيره، فممكن في المرحله دي العيان ما يحسش باي اعراض وما يحسش ان هو اساسا انفكت. يبقى نو سيمتوم. السيمتوم بتظهر امتى؟ لما تبتدي تكبر. احنا قلنا انها بتكبر في جسم العيان بتاخد سنوات وممكن توصل لحجم البرتقال. لما تبتدي تكبر وتوصل لحجم الارش لازم هتبتدي تضغط على الاورجن اللي حواليها او تيجي اللي حواليها. لو بصيتوا كده دي الكومن بايت ده، خلاص لو كبرت ممكن تضغط عليها وتسد الفلو اوف بايت والعيان يجي جوندس اسمها اوبستراكتيف جوندس. حدثت البايت في الجولد ليفل مش عارف يخرج والعيان يشتكي من اوبستراكتيف جوندس. يبقى بص كده هتكبر عملت ايه؟ بريشر على الكومن بايت ده. في الحاله دي العيان هيجي يشتكي من اوبستراكتيف جوندس، هيروح للدكتور بالمجرد ده. جلده اصفر وعينها وعينه لونها اصفر. خدتوا مين كاردايت يعمل جوندل؟ فشيولا دي بتعيش جوه البايت ده. يبقى لما يتم عيان عندي جوندل ابتدي احط احتمالات فشيولا او خيبات الدراسي وابتدي اشوف اعطاله ازاي لحد ما اوصل للدايجنوزيس الصح. تمام؟ ممكن يحصل رابشر للسيست، هي عماله تكبر، ممكن توصل لمرحله انها تفرقع وكل الكونتنت اللي جواها اللي قلنا عليها اسكوليتيز وبروت كابسول والحتت الجيرمينالية المتقطعه دي تتزرع في كذا حته، ودي وحشه جدا جدا لو حصلت في العين. يبقى لو حصل رابشر بالشكل ده ها كل الكونتنت الاسكوليتيز دي هتبقى تيجي تتزرع في حتت كتيره في جسم العيان حتى المطروح،
ونفس القطع بتاعه الجيرمينالية هتزرع وتبقى نواه لقسم ثانيه تتكون في حته ثانيه. فدي حاجه وحشه جدا لو حصل رابتشر للهيدات السيل. فممكن تعمل سكندري ميوسيس لاماكن ثانيه، وممكن الهيدات السيل والبايلنج اللي هي الفتاتيه في الحته دي بتاعه الجيرمينالية ممكن تتزرع في البروتينيال جاردن. دي برضه حاجه وحشه جدا. ممكن هي تفتح في البايت تفتح البايت والعيان في الحاله دي هيجي من جونسون يلبس الفار ويختفي والفار ويختفي عنده فيفر. طبعا البارازايت ده هيجي انفيتي النيو سيستم هيطلع زينوفيل كميه كبيره، فالزينوفيل هتبقى عاليه عند العيان ده. وبعدين الحاجه المهمه والخطيره جدا ان الفيود الفائق اللي جوه التيست اللي سميناها الجاد فيود ده انرجي جدا، بيعمل للعيان انافيلاكتيك شوك، يعني ممكن العيان يموت في لحظتها من الحساسيه اللي هتملى كل جسمه. الانافيلاكتيك شوك لو حصل ان السيست دي رابتشر فجأة، فكل الفلويد اللي جواها بينتقل في جسم العيان ويجيله هبوط في الدوره الدمويه ويداي اون ذا سبوت بحاجه اسمها انافيلاكتيك شوك. يبقى دي كلها سيكونس اللي ممكن تحصل لعيادة خلاقة في الليبر، ودي صور تحيلي على العيان. طب نشوف حالة تانية، لو الست دي خلاقة في اللنج ايه اللي هيحصل؟ خلاص؟ لو خلاقة في اللنج ادي اللنج تيشو يؤدي الست كده اهي صغيرة، احنا قلنا دايما الست ما تقدرش تكبر. خلاص؟ لما تبتدي تكبر اكيد هتضغط على البرونكاي، اكيد العيان هتبتدي يحس بألم، اكيد رجلك ذا فورين بودي هتبتدي تحصل كاتنج، وهي بتكبر ممكن تجرح وتفتح في بلاد فيرن، فالعيان مع الكحه تخرج سبوت اوف بلاد، خروج الدم مع الكحه ده بنسميه ايه؟ ايموكسيس. تمام؟ يبقى دي كلها معناها ان الست اتكونت في اللعنة. يبقى هي بتكبر ليه؟ ضغطت على البرونكاي، ممكن العيان يشتكي من ترانزيانت راتيك بين، يعني الم بس مش مستمر في صدره، وبعدين ممكن مش عارف ياخد نفسه، عنده شورتنس اوف بريث، وممكن زي ما قلت لكم لو جرحت بلاد فيسل ممكن الدم يخرج مع الكحه. خلاص؟ لما يخرج مع الكحه ده بنسميه ايه؟ الموكسيس. تمام؟ ده اللي بيحصل في الايه؟ في اليوجوال بيكتشر. ممكن لو في بكتيريا دخلت الكيس ده يتحول لحراق يبقى اسود. خلاص؟ فلما يحصل اسود في الحاله دي العيان هتجيله كحه جامده جدا ورا بعض ورا بعضه، وصادن اتاك اوف كف، والسيوزر اللي خارج مع الكحه هيبقى فيه كروبي بلاد، يعني دمه معاه غاوي وفيه ميوكس. وممكن لو خدنا الكروبي بلاد والميوكس ده وشفناه تحت الميكروسكوب نشوف فيه حاجات الماتيريا، نشوف ميكروسكوبيتيز، نشوف فيه الاشواك بتاعتها، الحاجات دي هتشوفوها في سلايد في العملي ان شاء الله بعد العيد. تمام؟ يبقى دي البيكتشر بتاع الحاجات اللي اتكونت في اللنج. نشوف لو اتكونت في مكان تاني زي ايه؟ زي البرين. طبعا دي حاجه خطيره جدا. ادي البرين تيشو وادي السيست اتكونت فيه. السيست دي بيحصل لها ايه؟ بتزيد في الحجم. فلما تبتدي تنضج هتزود الضغط في المخ، هيحصل انكريز انتراكريتال تنشن. ده اللي بقى مانيفست ايه؟ العيان هيكون عنده صداع، ممكن الصداع يزيد يزيد مع الانلارج من التعزيز، وممكن بعد كده العيان يشتكي من دي ابيلكسي. خلاص؟ لانها بتضغط على السنترز بتاعت البرين. حته ثانيه قلنا ممكن الكدني، لو الست دي اتكونت في الكدني هيحصل ايه؟ قال الكدني والست جواها. في الحاله دي ممكن العيان يجي يشتكي من فين؟ مكان الكدني، اليورين بتاعه هينزل كده فول اوف بلاد، ما هوش اصفر خالص، لونه مدمم في دم ومتجمع كده، ده بنسميه هيماتوريا. يختلف عن الهيماتوريا بتاع الشيستوزوما. الهيماتوريا يعني نزول الدم في عيان، الشيستوزوما بتبقى تيرمينال هيماتوريا مع اخر فترات من اليورين ينزل البلاد، انما هنا نازل من الاول في بلاد هيماتوريا. خلاص؟ ولو خدنا بعض اليورين لو فحصناه تحت الميكروسكوب هنشوف فيه الهيد او السكوليتيز بتاعت الهيدات اللي هي كانت جوه الهيدات لانها ممكن يحصل لها رابشر وتفضي كل المحتويات بتاعتها وتنزل في اليورين. نيجي بقى لاخر حته، لو وصلت للبون دي خدت الدم وعملت
الحاجات اللي بتدي الجدار بتاعها 3 لير البرانيه خالص دي فايبر لير عملها جسم العيان وهي نفسها الجدار بتاعها 2 لير عاده الست اللي هي بتروح البون بتبقى مفيش فيها الاثنين اللي بره يعني الست اللي جوه العضلات الست اللي جوه البون بتبقى 1 لير اونلي يعني فايبر مش موجوده وكمان اللامينيتد مش موجوده بتبقى اللاير الاكتف بس هي اللي موجوده دي موديفيكيشن لو تصورنا ان الست دي جوه هنا البون وعماله تكبر ايه اللي هيحصل؟ لما تكبر كده هتضغط على البون تيشو الفراديكل هتكسرها ممكن البون نفسها تتكسر تحصل فراكشر يبقى الجراح هيعمل ايروجن تاكل في البون ممكن يكسر الفراديكل بتاعة البون وممكن يحصل فراكشر للتيشو يحصل كسر من غير ما يتخبط العيان ولا اي حد اي حصل شرخ او كسر في البون سبب ايه الشرخ ده ان الست عماله تكبر وتكسر التيشو بتاع البون ويحصل في النهايه فراكشر نتيجه الحيدات او كرونيك حيدات تمام يبقى احنا شفنا دلوقتي الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر وصور كتيره قوي ايا كان كل حاجه من الحاجات دي الدكتور بيحتاج يوصل للديفينيت دايجنوزيس خلاص عشان نشخص الدايجنوزيس مظبوط عشان ندي العلاج المظبوط ونتاكد ان الكيس اللي عمال يكبر ده هيبقى مش اي حاجه ثانيه محتاجين نمبر 1 في اكس راي دي الدكتور موجود عند دكاتره الاشعه يعني مثلا ممكن الدكتور بيعمل اشعه بلين اكس راي عاديه كده على اللم يشوف الايه الكيس ده المفروض اللم تيشو دي كلها تبقى الناحيتين بس وكولا وغير لما يلاقي حاجه معفنه كده في النص يبقى دي عدد العيان ده عنده واحده وراوندد سوليتري يعني موجوده في البند الاكس راي ممكن يبقى عنده كذا واحده في بند الاكس راي بيبقى الست دي حضرتك بتختلف عن ابس بتختلف عن تيوبر ان الجدار بتاعها واضح ومحدد لانه عليه فايبرس تيشو خلاص الجدار بتاعها بنقول عليه شارلي كونتور يعني شارب واضحه ومحدده قدام دكتور الاكس راي. طيب وسيله ثانيه للدايجنوزز الحاجات الحديثه اللي اسمها كمبيوترايز توموجرافي بيعملوا ايه؟ بياخدوا العيان كده يدخلوه في جهاز خلاص وبعدين الجهاز ده هيصور الاورجان اللي فيه الست وتطلع الصور على شاشه الكمبيوتر طبعا الورق كده بيدخله ده الفني وده الطبيب قاعد يبص ويشخص العيان تمام؟ دي اسمها كمبيوترايز توموجرافي. في وسيله ثانيه هي السونار الالترا سونوجرافي. الالترا سونوجرافي في حاجه مميزه الدكتور بتاع السونار اول ما يبص ده ليبر على فكره بتاع عيان عنده خلايا في السيستم. بص الشكل ده هي اولا السيستم اهي مدوره وبعدين ايه الكابيتال اللي جواها دي؟ دي الدولبر سيستم. فمديه شكل ايه؟ مديه شكل الكارت ويل. يعني ايه كارت ويل؟ الكارت ويل بتاعت العجله بتاعت العربيه الكارت اهي ادي شكل الكارتويل فهم قالوا ان الشكل ده حق الليبر بالسونار تشبه الكارتويل فقالوا على طول اول ما دي مميزه الدكتور اللي السونار على طول يحكي على الحاجتين الموجود في الليبر ده عيان عنده هيبتس تمام. في وسائل ثانيه هي عند الدكتور شايفين كل دي دول ممكن الدكتور يخش في السرنجه تحت الليفر يروح داخل جوه طبعا السونار بتاعته عشان يشوف الابره صح ويروح ساحب شويه من الفلويد ويحطه على سلايد ويصبغه ونشوفه سلايد زي حتشوف العمليه دي السكولتيز او الهيد المصبوغه والاسود دي البوكس بتاعتها هتشوفها مميزه قوي ان شاء الله في العمل اللي بعد على فكره لازم تعرفوا ان الطريقه دي خطر جدا جدا ليه؟ لان هو لما يدخل بالابره بيجرح الوول فممكن شويه من الفلويد يخرج حصل ليكج واحنا قلنا ان الفلويد على الفلويد ده بيعمل حساسيه شديده جدا ولو خرجت بكميه كبيره ممكن العيان يجيله على خلال شوك الموت بتاعته فدي خطر قوي اللي يعملها لازم الدكتور يبقى ويفري هي ريسك خطر وجود التشخيص خطر. في بقى دكاتره جراحين يخش يفتح يطلعها يقشرها يطلعها سيرجيكال ريموفر وبراحته بقى وهي بتطلع كده بعد مرحلتها من جسم العيان يدخل بالابره ويطلع اللي هو عايزه ويفحص ويضرب ويتاكد ان
عايزه دكتور شخصي دي سيرجيكال ريموف. طيب في ايه كمان مكتوب في الكتاب عن طرق وسيله اسمها ايه؟ رادار مسافات. بيجيبوا حداد السيستم من خروف او من بقره مصابه وياخدوا الفلويد اللي جواها يودوه الميكروبيولوجي الاقوى من البكتيريا ويستعملوه انتيجين. العيان شاكين اللي قدامنا ده ان هو كيس للجسم وده هيجدد، يروحوا واخدين حبه وحاجينها في المكان ويشوفوا هيحصل رياكشن ولا لا. لو حصل رياكشن كده يبقى معناها ان هو عنده الجسم متعرف على الانتيجين، العيان ده عنده هيجدد. العمل التاني ده واحد اسمه كازوني فسموها انتراديرما تيست او كازوني. بس عاوزين نعرفوا انها ممكن تدي فولس بوزيتيف وممكن تعمل الرش. قلنا الحاجات الفيور ده يعمل الرش خلاص، دي من ضمن العيوب بتاعتها. وفي البلاد المتقدمه اي انتراديرما تيست مجرم بالقانون، مفيش بره تعرفوش الانتراديرما تيست ده خالص. ليه؟ علشان بيخافوا على العيان لو حصل له انا في داخل الشخص، يبقى دي وسيله ريسك خطر. نيجي بعد كده الوسيله الاكثر امنا، بدل ما اقرب تتجرح الوول وتحصل مشكله او انتراديرما المشكله، فبيعملوا ايه؟ بيقول لا احنا مش هنقرب لها خالص، احنا هناخد عليه الدم من العيان وندور في الدم زي ما قلنا قبل كده، يعني على الافرازات بتاع البارازايت مع الانتيجين، يا الانتي بودز اللي كونها اسم العيان ضد الايه؟ الكائن الغريب اللي جواه. دي اسمها سيرولوجيكال تيست. ايه التكنيك؟ قلناها برضه قبل كده، في تكنيك اسمه اندايركت هيت اجلوجينيشن، بنكشف بيه على الانتي بودز اللي في دم العيان ضد العيان. برضه احنا مطلوب في الفرد تعرفوا اسم التيست بس، عشان تفهموا وفكروا بيه. بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الوالد طبق الوالد كتيره، الوالد الواحده بيحطوا فيها لزق براكتيف ملزق عليها الشيب ارتفيز وعليها الانتيجين بتاع الهيدات، ويحطوا فيها السيرم بتاع العيان. لو السيرم ده فيه انتي بودز هيمسك كده ويعمل شبكه، لو السيرم ما كانش فيه انتي بودز هتفضل اللزق براكتيف عليها بانتصار الشيب ارتفيز مفيش حاجه. المنظر ازاي بيبقى في الوالد؟ دول اثنين عيانين عندهم الانفكشن والاربعه تانيين دول ما عندهمش الانفكشن. يبقى الوسيله دي اسمها اندايركت مين اجلوجينيشن. الوسيله الثانيه او التكنيك الثاني اسمه الايلايزا، ده بيكشفوا بيه في جسم العيان او في دم العيان على الانتيجين بتاعت البارازايت. خلاص؟ ازاي؟ برضه بسرعه كده، بيجيب الوالد ويروح حاطط فيه انتي بودي مخصوص اسمه مونوكلونال انتي بودي، وبعدين بيحط السيرم بتاع العيان. لو ده عيان هيتجدد هيبقى الانتيجين موجود كده هيشبك في المونوكلونال انتي بودي، وبعدين يروح حاطط انتي بودي تاني شارك فيه انزايم. ليه شارك فيه انزايم؟ لانه لحد دلوقتي مش شارك حاجه. لما يحط حاجه تكسر الانزايم ويختلف اللون يقوم يعرف ان السيرم اللي حاطه كان فعلا فيه انتيجين بتاع الفرزان. تمام؟ دي وسائل السيرولوجيكال دي متاحه في كل المعامل وسعرها معقول، ومعظم الدكاتره بيشخصوا بالطريقه دي. في بقى الوسيله الاحدث ان انا اشوف دم العيان الدي ان ايه بتاع الفرازايت. طبعا دي مش موجوده في معظم المعامل والسيرت ده مكلف جدا. يبقى احنا كده تتبعنا دكاتره الاشعه ودكاتره السونار المعامل كل دول عندهم الوسائل، والطبيب بيختار الوسيله المناسبه على حسب حاله العيان وحسب امكانياته الماديه وحسب الفاسيلتيز الموجوده في اللاب في المعمل. خلاص؟ خلصنا تشخيص العيان، العلاج ايه بقى؟ صح الترافيك كويس، بس ده كيس موجود عمال يكبر مش لازم نتخلص منه، احسن حاجه نشيله. خلاص؟ احنا قلنا دي لازم جراح شاطر عشان هو بيطلع الست والاشاره ما يجرحهاش. ففي اسم التروبيكال عندنا هنا في دكاتره شاطرين جدا عملوا حاجه اسمها فير تكنيك. فير تكنيك ده اختصار تي اي اي ار، يعني بيعمل ايه؟ بيخش فير كوتينيوس من الجلد بالميجر كده، طبعا السونار شايف عشان يخش صح، ويروح داخل جوه السيستم. خلاص الابره جوه هيعمل ايه بعد ما عمل سيروتينيس او البيت؟ بيعمل ايه اللي هي اسبيريشن، يروح ساحب كل الفلويدز اللي جواها بالسكوليتيز بالهيداتيك سيست بالدوتر بالبروت كابسول كل المخاوي اتحقق. خلاص ولسه سن الابره جوه، يروح ساحب يروح مدخل بقى حاجه تنور السكوليتيز اللي جوه.
اسمها ايه انجكشن. حقن ايه؟ حاجه تموت الاسكوريتيز. بعد ما حقن الماده اللي موتت الاسكوريتيز جوه ودمرت الجيرمينال لاير، يروح ساحبها تاني بقى عشان تكيس البالونه دي تبتدي ايه تكولابس مش خالص، ويبقى الحاجه اللي عامله بريشر في الاورجان تختفي. خلاص يبقى ده المثال التخمين. برضو عايز دكتور شاطر يعني كل الخطوات دي بشكل السونار شايفه هو داخل فين، يعني ما تبقاش كده عنياني، لازم تبقى العيان قدامه بيخش في الابره والسونار ووريله التكنيك دي اسمها فير تكنيك، ويبقى واخد باله ان مفيش نقطه تخرج بره والا العيان هيخش في انافيلاكتيك شوك. خلاص الميديكال تريتمنت زي ما الدكتور قال في احدث حاجه او احدث حاجه بتجينا بتقدم ده دور ممكن ماشي برضه تراتيك وانت طيب نيجي بعد كده نشوف بقى احنا خلصنا الكالوروبس شرحناها بالتفصيل، احنا قلنا في اثنين تانيين هنعملهم كومباريزن. نفتكر كده الكالوروبس هنقارنها بالكالوروبس جرانيولوزس، هنقارنها بالكالوروبس مالتي لوبيلاريس والمالتي تيست مالتي. الكالوروبس الدوده دي احنا قلنا عايشه فين؟ اسبوعي بس لو اهو الانتستن فيها القدر وادي الاكل لو وسع جسمه ولو وسع الجراح. الاصابات في كل حته في الدنيا نقارنها بالثانيه الكاليوكوكس مالتي سولار موجوده فين؟ في السمول انتستن بتاع الفحص والورد الزياده وتعالي. خلاص؟ شايفين في ايه الصوره دي بتقول ايه؟ في تلج. يبقى الاصابات موجوده في الحتت البارده قوي في امريكا الشماليه وفي سكيمو وسيبيريا، يبقى الاصابات محدوده جدا في العالم انما الكثيره عشان كده الكالوكوكس جرانيوز شرحناها بالتفصيل. الثانيه بتبقى في اماكن معينه التعالي والفوكس والورث الموجوده في الاسكيمو هم اللي شايفين الانفكشن في النوع اللي اسمه الكالوكوكس مالتي لوكولار. طيب المالتي كوكس دي موجوده في الدوده القدر موجوده في السمول انتستن او ضغط، والانفكشن زي اللي كان كوبرا جرانيولوزا في اي حته في الدنيا بس الاصابات دي البني ادمين اكثر من كان كوبرا جرانيولوزا. تمام؟ طيب نتعدي فيهم ازاي؟ الاب زي ما قلنا في الكاد معديه في الثلاثه ان اول ما حد يبدا الاب اللي شكلها بالظبط كربوها يعني كيميا اب هيصاب بالبارادايم. احنا قلنا لو حد بلع الاب بتاع الكاد كوبرا جرانيولوزا هتعمل اسمه ايه؟ كيس اسمه هيلابيسيس صح؟ لو بلع الاج بتاع الكالوكوكس مالتي لوكيلار تعمل كيس اسمه البيولار هايبرتيس لان شكل السيس عامله زي البيولار بتاع اللنج. طيب لو حد بلع الاج بتاع المالتي لوكيلار هيحصل ايه؟ هتعمل في جسمه اسمها النيوراسيس. احنا عرفنا ان الكالوكوكس المكان المفضل لها ايه؟ اكثر اصابات في الليفر. تمام. طيب الكالوكوكس مالتي لوكيلار اللي هي شكلها زي الالبيولار هي معناها انها في اللنج؟ لا برضه ده كومن ميستيك دي اول ما تسمعوا الالبيولار تقولوا دي في اللنج. لا دي اكثر اصابات في الليفر. شايفين نسبه قد ايه؟ 90%. السيست اللي بتعملها المالتي تيست اللي اسمها النيورال تيست اكثر مكان بتفضل تروح في جسم العيان في البرين. خلاص؟ طيب نفتكر مع بعض كده مهم قوي تعرف ازاي الانسان بيصاب بالهيدات السيست او السيجيورا سيست بنفس الطريقه. الاكل ببلعها الاكل اللي شايفين طفل اهو بيلاعب الكلب مصاب على شعره فيه اكل يبقى دي هتيجي من ايد البق هاند تو ماوث. والوسيله الثانيه اللي هي الناس اللي بيلعبوا كده خلاص يبقى غدر كبير. اي حد بيتعامل مع دوت ويلعب ومش متاكد ان هو كبير ممكن يبلع الاب بتاعه. الوسيله بقى لاي حد ملوش علاقه بالكلاب ان هو ياكل خضروات او يشرب ميه ملوثه بالاكل. يبقى دي وسيله الموتور انفكشن في الاثنين في الكايد بوكر والسينيور. نيجي بعد كده الالجرا اللي هي موجوده في الاسكيمو احنا قلنا في بلاد البلد. فمين اللي بيشتغلوا؟ الناس اللي بيشتغلوا في الصيف التعالج والجمود. ليه؟ لان دول بيبقى على اللي هم بيشتغلوا فيه عشان ياخدوا الفرو بتاع الجروب. فالفرو ده بيبقى ملوث بالحج فبالتالي بتيجي في ايده لما يجي ياكل بيبلع الحج. خلاص؟
الناس اللي بيصابوا هناك الناس اللي بيشتغلوا في الفحص والبول، وهي بعد ما تحلقوها خالص تبقى عليها كابت، وهي دي الطريقه اللي بتعد بيها الناس بالكاردوكوكس مالتي دوكيولار اللي بتعمل انزلر حلاق. نقارن كده الاشكال بتاعتهم، بصوا دي اهي دي الحاجات الجدار الناعم، ده شكل السنيورس اللي بتكون في البرين، وده شكل الانجلوسيس اللي هي موجوده في الجيريا تبقى في الليبر. طيب دي الفيز عباره عن بالونه واحده، دي عباره عن بالونه واحده، والنقط اللي جواها دي مش بالونه، دي السكوليزيس بتاعتها تبقى كبيره وتشتغل في العين المجرده. وهنا دي الفيز الانجلر عشان كده سموها انجلر، تشبه لونج تيشو كذا كيس مشابك في بعض. خلاص؟ طيب دي الجدار بتاعها متكون من ثلاثه لير زي ما اتفقنا، هم الثلاثه، وابتدي تطلع السكوليتيز او بروت كبسول زي ما اتفقنا. تمام؟ لو السكوليتيز والبروت كبسول دول ما يبانوش من تحت الميكروسكوب، بيبقوا اعداد كبيره قوي مكشوفه في العمل تحت الميكروسكوب. فحتى السنيورس الجدار بتاعها اللي هي واحده نشيطه جيرنر وجواها سكوليتيز كبيره، بقدر اشوفها بعين المجرده، يعني دي ممكن اشوفها بجار بعين المجرده، وبما ان السكوليتيز حجمها كبير فبالتالي اعدادها اقل، فيها ممكن يوصلوا ل 1000 لان هم احجام صغيره ما يبانوش من تحت الميكروسكوب. طب نشوف الانجلر بقى، بتبقى جيرنر داير نشيطه، واحنا قلنا بيبقوا كذا فيس واشكالهم كده مختلفه وبينهم فواصل، والست دي جواها مش مطلعه الكوميسي الجدار بتاع السيس كله فاضي من جوه. ده كده مقارنه بين شكل الحاجات السيس والسنيورا السيس والانجلر. خلاص؟ اخر حاجه بقى، انا تعبت من الكلام اللي انت بتتكلم. دي كيس جت امتحان نص السنه السنه اللي فاتت. A male patient, again, okay, complains of jaundice and pain in the right hypochondrium. خلاص؟ عنده جاي الدكتور أكثر وعنده ألم في الرايت هايبوكوندريوم. Stool examination was negative for parasites. فحص الدكتور ما لقوش أي parasites. وبعدين abdominal sonography was done. دي صورة السونوجرافي. The liver reveals the following figure. أدي شكل الليفر بالسونوجرافي. ايه رايكم؟ What is your provisional diagnosis؟ ايه التشخيص المبدئي؟ ها؟ ده مش سامعة. ها؟ أنا سامعة في الأرض اسمها حاجة. هو بيقول حاجة حد له رأي تاني؟ يبقى بتقول ما هي يبقى اسمها إيه؟ حاجة خلاص؟ طيب السؤال اللي بعد كده، mention two other diagnostic procedures used to confirm your diagnosis. ما ينفعش الدكتور يشخص كده في العياده، لازم يتاكد من التشخيص. احنا قلنا في 6 7 8 ها؟ ممكن مثلا بالضبط كده ادي الانزايم دي اشوف الانتي بوديز او اشوف الانتيجين، ده مثلا اي واحده من 6 او 7 قلناهم هتبقى مظبوطه، بس احط اثنين لان هو طالب اثنين. بعد كده How did the patient get infected؟ أهم حاجة المباراة الإيدز بتاعتها في إيدين ملوثة في أكل أو شرب ملوث. الفيز دي يا جماعة في الامتحان في كمية كبيرة جدا منك، طبعا أنتوا عارفوها دلوقتي عشان لسه شرحوها ولسه موريكوا الصورة دي. في كتير جدا كتبوها في الامتحان إيه؟ فاشيولا. ليه؟ لأن عنده جوندس وعنده فين في الرايت هايبوكوندريا، واحنا عارفين ان الاكل بتاع الفاشولا بتنزل بكميه قليله، كل الحكايه بصوره. خلاص؟ ما اهتموش بالصوره وقالوا ايه ما يمكن دي شكل الفاشولا، لا شكل الكار طويل. خلاص؟ ما هو ما هو لازم الدكتور يبقى شاطر، ده شكل الكار طويل، يبقى فكر في الحاجات اللي ما فكرش في الايه؟ في الفاشولا. خلاص؟ عرفتوا؟ خلاص. بص يا دكاترة اللي تعبان يمشي واللي لسه في ناس هوريكم فيديو للدكتور بتاع نيوروسيرجي بيطلع حاجات من البرين بتاع عيني. اللي هيقف يقف بالشيش.
بتخش السوليوشن ازاي؟ طبعا سوليوشن معقد عشان تخرجها من البرين تشو، شايفين؟ مين يحب يشتغل نيورو سيرجري هيعمل الحاجات دي؟ شايفين ايه؟ ده تخرج جاي معظمها، شايف عمال يرش حواليها بالفيزيولوجيكال سلاين اهي حواليها عشان تبين وش اوسع تخرج بره. وبالخير خالص يريحها اول ما يجي يجمع شوف يستقبلها اهو في الطبق. لا 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 لا